صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد فان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. الآن أمر إلى تعريف الصحابي، بعد أن ذكرنا المصنفات نأتي إلى تعريف الصحابي. والتعريف أو الحد بلغة المناطق la définition. التعريف كلمات يصطلح على أن اجتماعها يدل على معنى خاص. تعريف الصحابي أجمع التعاريف ما ذكره ابن حجر وذكره النووي وغيرهما، أن الصحابي من اجتمع بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعتبر صحابيا من جاء إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم انتقاله فوجده مسجا في كفنه، لا يعتبر صحابيا وإن آمن به، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه، لم يره، يعني النظر الحسي المعروف وهو شرط في مسألة الصحبة. طبعا بالنسبة لمن كف بصره أو من لا يبصر أصلا كابن أم مكتوم يعتبر صحابيا وإن لم يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذه العلة كف البصر لم يرى سيدنا صلى الله عليه وسلم ولكنه صحابي. هذا هو تعريف الصحابي أيها الأحباب. إذا عرفنا من هو الصحابي يسأل سائل، وهنا ننتقل إلى العنصر الثالث من المداخلة، يسأل سائل فيقول ما الدليل من الكتاب والسنة مما يسمى النص؟ النص حين يطلق في لغة العلم يراد به الكتاب والسنة، le texte، يراد به الكتاب والسنة. يقال هل ورد في النص ما يتحدث عن الصحابة؟ نعم، الدليل على ذلك شعار هذا الملتقى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا نظرت إلى الآيات أكمل الآيات ذكرا لساداتنا الصحابة، ولها كمال ظاهر وكمال عند التحقيق، قيل لأنها تضمنت حروف الهجاء جميعا، معنى ذلك أنها تضمنت حروف اللسان العربي، وفيها تفصيل بشأن الصحابة، وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر الآيات. حينئذ تنظر إلى هذه الآية فتجد أن الحديث عن ساداتنا الصحابة يشير إلى أنهم مذكورون في التوراة والإنجيل، يدلك على ذلك أن سيدنا عمر حين كان قبل أيام من وفاته يمر إلى المسجد ليوقظ الناس لصلاة الصبح، جاءه سيدنا كعب الأحبار فنظر إليه وقال يا أمير المؤمنين استوصي فإنك لاحق بربك بعد ثلاث. قال وأين تجد هذا يا كعب؟ قال في التوراة. قال بخن بخن، عمر بن الخطاب يذكر في التوراة؟ قال لا أجد اسمك ولكن أجد نعتك، الأمير العادل الأشقر
الطوال الذي يحكم في أمته بالعدل ويموت شهيدا. فسكت سيدنا عمر فطعن بعد ثلاث، فدخل عليه الناس يودعونه، فلما دخل كعب نظر إليه وقال: يخوفني كعب ثلاثا أعدها، ولا شك أن الحق ما قاله كعب، وما بي حذار الموت وإنما مخافة الذنب يتبعه الذنب. وانتقل إلى ربه رضي الله تعالى عنه. فالصحابة ذكروا في التوراة والإنجيل، قال سيدنا البصيري: ما لموسى ولا لعيسى حواريون في عدهم ولا نقباء. الحواريون كانوا أصحاب سيدنا عيسى، والنقباء كانوا أصحاب سيدنا موسى، والصحابة كانوا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا السياق ترى قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. جميع الصحابة موعودون بالحسنى، وهم المرادون بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهم المرادون من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هؤلاء ساداتنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين جاءت الوصية بهم جميعا، وأحيانا خصص صلى الله عليه وسلم الوصية بالواحد منهم. أما الوصية بهم جميعا فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم بعدي غرضا يرمى، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله فيوشك أن يأخذه. هذه الوصية على طولها: الله الله في أصحابي، يستحلف الناس بالله سبحانه وتعالى أن لا يذكروا أصحابه بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم من فتحه الغيب كان يعلم ما سيؤول إليه أمر الصحابة من بعده. والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. بعض أصحاب الضمائر الفاسدة وهم موجودون في كل عصر أدخلوا الفتن إلى بلاد الإسلام كالسبائية ومن إليهم، وبعض المرجفين وبعض المنافقين المذكورين في كتاب الله سبحانه وتعالى بسورة كاملة أدخلوا بعض الفتن إلى صفوف ساداتنا الصحابة الذين كانوا مجتهدين في الدين، لا يطعن في عدالة أحد منهم، وإن صوب اجتهاد هذا وخطئ اجتهاد ذاك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ مثلا سيدنا عمار بن ياسر يقول له: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. وليس هذا الحديث حجة في القول بأن الفئة الباغية عرضها مستباح كما تفعله بعض الفئات في هذا العصر عبر القنوات الفضائية، تسب ساداتنا الصحابة وتسب أمهات المؤمنين وتنال من أعراضهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لعمار، ويقول مثله لسيدنا علي كرم الله تعالى وجهه، يوصيه: ستقاتل المارقين الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول له: ستقاتل الحانثين، ويوصيه بوصايا ويقول له: ستنال الشهادة. فيقول رضي الله تعالى عنه: كان يمر بقوم فيهم قاتله بعد ذلك، وكان سيدنا علي بهذه الوصية النبوية يعرفه، فيقول: أريد حياته ويريد قتلي. يرى قاتله بين جماعة من الخوارج فيقول: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. فيقال له: يا علي، ما تقصد؟ يقول: قاتلي بينكم، قيل: اقتله يا علي، قال: فمن يقتلني؟ بهذا اليقين. ووصى سيدنا عثمان فقال: يقمصك الله قميصا ينازعك الناس على نزعه فلا تخلعه. ويوصي
أمهات المؤمنين أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، وهذه آثار في الوصية ببعض أصحابه. وهناك وصايا عامة كالأثر الذي ذكرت. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة مواقف، قال فيما رواه الطبراني في المعجم، قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا سمع وعقل وبصر، أصم أذنيه وأعمى بصره، وسل منه عقله سل الشعر، فإذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر، لا تقل كيف جرى ما قد جرى، كل شيء بقضاء وقدر. الخوض في مسائل القدر أفضى بكثير من الفرق الإسلامية إلى المروق من الدين والخروج عن جادة الصواب. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، مطرن بنجم كذا، أو إذا التقى نجمان، لذلك سخر سيدنا إبراهيم من قومه فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. كانوا يتخذون اقتران النجوم علامات على أمور تحدث يتكلمون بها. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، جاء رجل إلى سيدنا الحسن البصري فقال: أتذكر فعل فلان من الصحابة مع سيدنا فلان؟ أتذكر ما فعلت فلانة؟ أتذكر من الصحابة يسميهم؟ فسكت سيدنا الحسن وقد وضع يديه على أذنيه، فلما رآه أمسك عن الكلام، خفض يديه وقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون يعملون. فمسألة الخوض لغير البحث العلمي، الخوض لذم طائفة من الصحابة واستنقاص أقدار طائفة أخرى، هو مسلك عليل لا يؤدي إلى أي خير. بعد أن عرفنا بأن النص قرآنا وحديثا تكلم عن ساداتنا الصحابة، نقول وبالله التوفيق: هل الصحابة على لون واحد؟ يستحيل ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع، وقد علمتم من حديث أبي زرعة الذي يرويه البخاري، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 صحابي أو يزيدون. وهذه وقفة بشأن عدد الصحابة، فإن ما ورد في الإصابة أو في أسد الغابة أو في الاستيعاب أو غيرها من المصادر لا يصل إلى هذا العدد. أكثر ما وصل إليه ابن حجر هو 7,000 صحابي أو ينيفون، وقبله 4,000. إحصاء هذا العدد الكبير الذي هو من الراجح، على الراجح 120,000 صحابي. وذكر بعض العارفين، بعض الأفاضل، قال: اليقين أنهم 124,000 صحابي على عدد الأنبياء والمرسلين. وهذا من ملح العلم وليس من دقائقه. هم يتجاوزون 120,000. وهناك شرطان لمعرفة الصحابي: التواتر والمعاصرة. أما التواتر فمعلوم عند ساداتنا العلماء بالتواتر أن فلانا من الصحابة بلفظ أو برواية أو بما إليها. المعاصرة يراد بها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بعد قرن من يوم هذا على وجه الأرض نفس منفوسة، يعني لن يعيش بعد اليوم، بعد هذا اليوم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عبد الله بن عمر: هو شهر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: تحتسب 110 سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم. من ادعى الصحبة عند تمام القرن فهو كاذب، لأن هذا الحديث يرده،
حديث المعاصرة، وهو أنه لن يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة بعد 100 سنة من حديثه صلى الله عليه وسلم. أقسام الصحابة، الصحابة إذا جئت تحدث عن أقسامهم فيهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن أمهات المؤمنين داخلات ضمن آل بيته بالمعنى الموسع، وتداولناه في الملتقى الذي سبق، وعرفنا أن آل بيته بالمعنى الخاص هم أهل العباء الذين أدخلهم تحت الكساء، سيدنا علي وأمنا فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وهو صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل بيته. أمهات المؤمنين صنف ثان في آل البيت، قال بأن أهل بيته والقرآن يجتمعان ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض صلى الله عليه وسلم، وهم معدن العلم النفيس ومعدن التفسير ومعدن الشرف النبوي ومعدن مكارم كثيرة. آل بيت النبي طبتم وطاب المدح لي فيكم والرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. آل البيت هؤلاء كانوا محبين لجميع ساداتنا الصحابة، حتى لا يكذب على أبنائنا عبر الفضائيات والمجلات والقصاصات التي تهدى على أبواب المساجد بأن آل البيت كانوا في خلاف مع بعض الصحابة. جاء رجل إلى سيدنا، جاء جماعة من أهل العراق إلى سيدنا زين العابدين بن علي، فأخذوا يتناولون الخلفاء الثلاثة سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، أخذوا يتناولونهم بكلام بحضرته، ظنا منهم أن سيدنا زين العابدين وهو حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أساطين العلم والمعرفة، قال فأنتم من المهاجرين الأولين؟ قالوا اللهم لا. قال فأنتم من الأنصار الذين نصره صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اللهم لا. قال اللهم إني أشهد أنكم لستم ممن قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، انصرفوا عني مذمومين مدحورين. كان ساداتنا آل البيت يحبون ساداتنا الصحابة وصاهروهم، فقد زوج سيدنا علي ابنته السيدة كلثوم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولما احتضر سيدنا معاوية قال ائتوني، وهو في النزع الأخير تمثل ببيتين من الشعر، قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب المنون لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال جيئوني بتلك الشعيرات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها بين جفني وأغمضوهما ألقى بها ربي. ومعلوم إكرامه لسيدنا الحسن الذي كان سببا في الصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ومعلوم أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها وفاة سيدنا علي بكت وتمثلت بقول الشاعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. حينئذ الصحابة أقسام، آل البيت، أمهات المؤمنين، الخلفاء الراشدون، وبأصحابك المظهر الترتيب فينا تفضيلهم والولاء، بأبي بكر الذي صح للناس في حياتك صح للناس به في حياتك الاقتداء، والمهدي يوم السقيفة إذ أرجف الناس إنه الدأداء، وعمر بن الخطاب من قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء، وعثمان ذي الأيادي التي طال بها إلى المصطفى الإسداء، وعلي صنو النبي ومن ملء فؤادي وداده والولاء. هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن
بأن قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال من وجوه التفسير هم الخلفاء الأربعة: سيدنا أبو بكر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدنا عمر، وتواصوا بالحق سيدنا عثمان، وتواصوا بالصبر سيدنا علي. وإذا رأيت هذه الفضائل الأربعة وجدت أنهم مذكورون بها في الحديث النبوي الشريف. من أقسام الصحابة: الصحابة الفاتحون. وهنا أحب أن أذكر لإخواننا الذين جاءونا من بلاد الإسلام إلى جزائر الشرف والأنفة والعز والكبرياء والحفظ وسائر بلاد المسلمين كذلك، لأن راية الإسلام ترفرف فيها. وأقول لكم بالمناسبة يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أقول بأن الكثير من التعتيم حصل على الفتوحات التي حصلت بالمغرب الإسلامي، أولها مجيء العبادلة السبعة. الفتح الإسلامي في إفريقيا هنا حصل مع العبادلة السبعة، على رأسهم سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن الزبير الذي قاد معركة النصر، وسيدنا عبد الله بن أبي صرح ابن سعد بن أبي صرح الذي كان الأخ الشقيق لسيدنا عثمان. الفتح حصل في زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ذي النورين. مع الأسف الشديد كتب التاريخ إلا ما ذكره ابن خلدون أو مؤرخ الأندلس والمغرب الإسلامي يضربون صفحا عن بعض هذه الصفحات. العبادلة السبعة جاءوا إلى مدينة اسمها سبيطلة، والأصل فيها سفيطلة ابنة الملك جرجير، سمى عليها هذه المدينة، وكانت دار ملك الرومان، كان ملكا على شمال إفريقيا. والذي قاد المعركة، معركة الفتح في الأخير، هو سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان معه ستة آخرون كلهم كل واحد منهم اسمه عبد الله. أما القيروان، ذكرت القيروان فهاج شوقي وأين القيروان من العراق كما قال صاحب الرسالة ابن أبي زياد القيرواني، الذي ذكر في رسالته أن من ذم الصحابة فقد أثم إثما كبيرا. القيروان لغة، كلمة قيروان تعني الغابة الكثيفة. هؤلاء دخلوا، جاءوا إلى القيروان وهي الغابة الكثيفة، فجاءها سيدنا عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وهو صحابي حنكه صلى الله عليه وسلم وكبر قليلا، رأى سيدنا صلى الله عليه وسلم ورآه سيدنا صلى الله عليه وسلم. قيل له إن الغابة قد اجتمعت فيها الأسود والهوام والأفاعي، فأمر رجلا وقال اذهب إلى الغابة إلى القيروان وقل لها، خاطب الوحوش التي بداخلها، قل بالعهد الذي عهده عثمان بن عفان إلى عقبة بن نافع الفهري أن تخرجي على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله قال المؤرخون ما بقيت ساعة بعد ذلك إلا وهي تحمل جراءها وتحمل مواليدها في أفواهها وتجر مواليدها، خرجت من الغابة وبنى فيها السور العظيم وبنى مسجده. وخارج هذا السور إلى اليوم تجدون مدفن سبعة من الصحابة، جاء السيل سنة 67 وتسعمائة وألف إلى تونس فكشف عنهم فوجدوهم مبتسمين على الهيئة التي يكون عليها الحي، وبعضهم أثر الدم في خده والبعض على ذراعه. المسألة الثانية أيها الأحباب: حجام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو زمعة البلوي حفر بئرا داخل القيروان، شربت منها مرارا أثناء سياحتي. هذه البئر إلى اليوم لم ينضب ماؤها بل هو يفيض على أطرافها، وهي داخل السوق الموجود بالقيروان، وماؤها له طعم خاص تحس فيه السر والبركة. هؤلاء الفاتحين أعظمهم طبعا هو سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وغير هؤلاء من الفاتحين يضيق الوقت، تضيق هذه الدقائق عن حصرهم. أقول بعد ذلك هناك جملة من القواعد التي ننصح أبناءنا باعتمادها في قراءة تاريخ الصحابة. أما القاعدة الأولى فهي الذهاب إلى المصادر الإسلامية المحققة،
بعد الكتاب بعد القرآن مصادر السنة. أما الضابط الثاني في قراءة تاريخ الصحابة وفهمه الابتعاد عن كثير من كتب أهل الفرق واعتماد ما يثبت منها، لأن بعض الفرق أدخلت كثيرا من الصحابة في تاريخ الفرق وأخرجتهم من الملة بدعاوى باطلة. الضابط الثالث تحري ما كتب من التاريخ الإسلامي في شكل روايات وسير، كما فعل جورجي زيدان، وكما فعل المسعودي في مروج الذهب، وكما فعل أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني، ثم الابتعاد عن تحري الدقة في كتب المستشرقين، لأن المستشرقين يسلطون الكثير من الأحكام العقلية على أمور مؤصلة في الدين لا تحتاج إلى تحكيم المنهج العقلي الذي يؤمنون به. ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وأوصي أبناءنا بساداتنا الصحابة خيرا أن يقولوا عنهم خيرا وأن يدرسوا عنهم وأن يتفقهوا في الدين، فإنه قد وصل إلينا عبرهم وهي منة عظمى. وأستسمحكم حين كنت قادما إلى هذا المكان في ضيافة السيد الوالي الذي أشكره كثيرا وهو صديق قديم، عرفت منه نبل الأخلاق وكرم الضيافة وحسن الضيافة، هذه أبيات سيدنا الشيخ جادت بها القريحة قبل أن آتي إلى هذا المكان، وهي على نسج البردة، أبيات قصيرة أقول فيها: الحمد لله في بدء ومختتم، ثم الصلاة على معلم الأمم، وبعد فدرس العلم منقبة دليلها اقرأ أول الكلم، وفي السنة عالما أو متعلما اعقله فقد هلكت إن لم تعلم. وللشيوخ دروس يستضاء بها، وللشيوخ دروس يستضاء بها، أكملها المحمدية فلا ترتب ولا تهمي. وخادم العلم عبد اللطيف رائدها، وما يقال لفضل الله ذا بكم، سليل الدوحة العليا وخادمها بصدق الفعال وأصدق الكلم. تأمل هديت إلى نسق من الدروس بين منظوم ومنتظم، تجدها كتابا، هذه المحاور التي مرت معنا، تجدها كتابا وسنة وحضارة، وحديث الأمهات كذا الصحب كلهم. حبات من الدر قد انتظمت في سلك نور قد نصحتك فاغنمي. والمجلس بوهران دامت حراستها، هذا دعاء لمدينة وهران، والمجلس بوهران دامت حراستها بعين من الله لم تغفل ولم تنمي، بزاوية السيد المعروف، زاوية سيدي معروف، بزاوية السيد المعروف يرحمه الإله عند حشر الخلق كلهم. ويغفر الله للبوزيد زائرها ووالديه وللإسلام كلهم. ثم الصلاة على الحبيب شافعنا، والحمد لله في بدء ومختتم. جملنا الله وإياكم بأخلاق ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجزى الله رائد هذه الدروس سيدنا وشيخنا وواسطتنا سيد محمد عبد اللطيف الإدريسي الحسني إلى كل خير، أكمل الله به هذا الخير الذي نعيشه. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل إليك غدونا ومآلنا، واكتب بالسعادة آجالنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. يا لطيفا في الأزل أنت اللطيف لم تزل، ألطف بنا فيما نزل بحق القرآن على من نزل، ألطف بإخواننا في المشرق والمغرب، والطف بالبشرية جمعاء، ودلها على الخير الذي نحن فيه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأختم ببيتين لسيد عبد الرحمن الثعالب قال: إن الجزائر في أحوالها عجب، فليس يدوم بها للناس مكروه، ما حل قط عسر أو ضاق متسع، فلطف من الله يتلوه، فللرحمن إيه ما حل بها قط عسر أو ضاق متسع إلا ولطف من الرحمن يتلوه. جملني الله وإياكم بجميل لطفه، ومعذرة لسيدنا الشيخ، وترحيب جديد بمعالي الوزراء وبالسيد الوالي وبالسادة العلماء وبالإخوان العسكريين والأمنيين وبكل الحاضرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنات.